السلام عليكم اهلا بيكم طريقه فصل الانترنت عن تطبيق الواتساب بتكون انت فاتح التليفون وبتتصفح بشكل عادي والانترنت شغال ولكن انت عايز تفصل النت فقط عن تطبيق الواتساب ولكن ما تفصلش النت عن التليفون نفسه عن التطبيق فقط الطريقه متاحه ومن خلال التطبيق وبدون اي برامج خارجيه طبعا في برامج خارجيه وتطبيقات بتعمل الموضوع ده لكن احنا هنستخدم الواتساب فقط بنروح للاعدادات الخاصه بالهاتف وبعدين بنروح للتطبيقات وبعدين بنروح نبحث عن تطبيق الواتساب او من خلال خانه البحث اللي في الاعلى بتبحث عنه ادي تطبيق الواتساب تضغط عليه وفي الاسفل في الشريط الاسفل بيكون عندك اختيار ايقاف اجباري وتضغط عليها وتضغط موافق وبكده إنت فصلت النت وعملت إيقاف إجباري للتطبيق والتطبيق مش هيعود لطبيعته إلا إذا إنت دخلت عليه مرة تانية لكن طالما مدخلتش على التطبيق هيفضل معمول له إيقاف إجباري وكل الرسايل اللي هتوصل مش هيظهر لأصحابها إنك إنت شفتها وهتفضل بعلامة واحدة فقط لأن التطبيق هيكون من غير إنترنت. يا رب يكون الشرح أفادكم